عبد الوهاب. سؤال الرابع والأخير لجامعة القاهرة، وهنشوف موضوع السؤال إيه. فنون، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تمام. فنون، والسؤال هو من قام بتأليف مسلسل علي الزيبق بطولة فاروق الفيشاوي، هدى سلطان، أبو بكر عزت، حمدي أحمد، وليلى فوزي؟ مش هو محمد طه؟ عندك إجابة تانية؟ أنا قلت خليها عندك، أصل هو بيقولك مش هو. طب هو عنده إجابة؟ لا. يقعد ساكت. يبقى يقعد ساكت. إجابتك محسن زايد. محسن زايد طبعا إجابة خاطئة. السؤال مش سهل الحقيقة. عبد الحي أديب. عبد الحي أديب، حسن عروس، إجابة خاطئة. مين بقى؟ هقولها على واحد مش هو، فببدأ أعمل لها استثناءات. محمد صفاء عامر ولا إيه؟ الإجابة الصحيحة يسري الجندي. سؤال صعب ما كانش سهل. أفضل لاعب في ماتش النهاردة بتسعين نقطة وجيه سمير. هارد لك لجامعة اسكندرية، لعبتوا أربع مباريات، مستواكم بيتقدم من مباراة للتانية، ولكن ماتش النهاردة ما كنتوش موفقين فيه من بعد الفقرة الأولى، ولكن أنا متأكد إن أنتوا هتعرفوا تستعدوا وترجعوا أقوى الموسم الجاي بإذن الله، وأنا فعلا بحييكم على مستواكم الموسم ده. جامعة القاهرة برافو عليكم، خطة ثابتة، مربع ذهبي، اللي جاي أعتقد إن هو هيبقى أصعب. أتمنى لكم كل التوفيق. كده هنشوف جامعة القاهرة هتلعب مع الفائز من جامعة مين بقى؟ طنطا وقناة السويس. طنطا وقناة السويس. الماتشات اللي جاية هتبقى ماتشات حلوة. جامعة اسكندرية هتوحشوني.